نلعب سوا نضحك ونغني ونرسم بالقلب. يا صباح الفل والورد والياسمين والخير الكتير جدا على كل اصحابنا الحلوين اللي شايفيننا وسامعيننا في كل مكان دلوقتي. صباح الفل على اصحابنا اللي موجودين معانا في الاستوديو، وصباح الفل على بنتخ اللي مستخبي تحت الفوطه. صباح الخير يا ام سلمى. ده ايه ده يا بنتخ؟ نعم نعم. ايه هو عادي بنمشي بالفوطه كده؟ وفي حاجه غريبه فيا ولا حاجه؟ في حاجه غريبه يا اصحابي ولا حاجه؟ ولا في حاجه ولا ايه؟ في ايه؟ انت لابس الفوطه. صحيح الفوطه. صحيح. سواري يا ماما سلمى ما خدتش بالي ولا ما خدتش بالي الدرجات دي. خلاص بقيت متعود على وجودها يا بنت. يا ماما سلمى دي مشكله كبيره. لا لا احنا لازم نعرف ايه المشكله دي، بس خلينا نتعرف الاول على اصحابنا اللي معانا في الاستوديو وبعدين نشوف موضوع الفوطه. بقى نتعرف على المشكله. نتعرف على المشكله. صح نتعرف على المشكله. ماشي. صباح الخير. صباح النور. متدفيين؟ لا لا. بردانين؟ اه. ليه؟ ليه بردانين ليه؟ يوسع. بس متقلين يعني صح؟ اه. ايوه انا شايفه ان انتوا ما شاء الله متقلين، برافو عليكم. طيب يلا نتعرف عليكم بقى من الاول خالص. عمر. عمر محمد. انت في سنه كام يا عمر؟ برايمر 1. في سنه اولى؟ اه. وبتحب تعمل ايه يا عمر؟ بحب الون. بتحب تلون وعايز تطلع ايه لما تكبر؟ ظابط. ظابط ما شاء الله. ما شاء الله. طيب ان شاء الله تطلع ظابط كده شجاع. ها اسمك ايه؟ محمد. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. انت في سنه كام؟ جريد 3. في سنه ثالثه. في سنه ثالثه. طيب وبتحب تعمل ايه بقى يا محمد؟ بحب ارسم. بتحب ترسم برضو؟ مفيش مش بتلعب مثلا رياضه معينه؟ بلعب. ايه بتلعب ايه؟ كاراتيه. كاراتيه. واو زيك يا بنتخ. ايوه صح يا ام سلمى. طب وبتحب الكاراتيه؟ حاجه على دماغي مش شاطر في الكاراتيه؟ طيب حلو قوي. وعايز تطلع ايه لما تكبر؟ ضابط جيش. ضابط جيش. الله تطلع ضابط جيش قوي وشجاع. اسمك ايه؟ علي. علي. ازيك يا علي؟ في سنه كام؟ سنه خمسه. في سنه خمسه ما شاء الله. بتحب تعمل ايه يا علي؟ بحب الون. برضو؟ ايه الموضوع؟ الرياضه فين من حياتك؟ طبعا عايز تطلع ضابط. ايوه ليه؟ اجوبه ليه؟ هي هي. طب قول لي يا علي بتلعب رياضه طيب؟ ايه؟ بلعب كرة قدم. كرة قدم. طب وعمر بتلعب رياضة؟ ايه؟ سباحة. سباحة. طيب قولوا الحاجات اللي بتعملوها كده وبتحبوا تعملوها. ولو عندكم ميول فنية كمان غير الرسم قولوا لي. طب وعايز تطلع ايه علي لما تكبر؟ مهندس. مهندس. كويس. تمام. ظابط مهندس. ايوه. حلو ان الـ ان الـ ان الولاد الصغيرين وحابين يطلعوا ظباط، ده احساس جميل جدا بالانتماء على فكرة. ايوه طبعا. احساس هايل. لكن انا ببقى مبسوطة قوي لما الاطفال اللي في سنكم كده بيبقوا عارفين هم عايزين يطلعوا ايه. ده حاجة مهمة جدا ان احنا نبقى عارفين احنا عايزين نعمل ايه لما نكبر. شاطرين. البنات بقى اسمك ايه؟ جنات. الله حلو اسمك يا جنات. انت في سنة كام؟ سنة تانية. في سنة تانية. بتحبي تعملي ايه يا جنات؟ بحب الون. برضو؟ ايه الموضوع ده؟ النهاردة لازم تلوين. لازم تلوين ورسم. طيب وعايزة تطلعي ايه لما تكبري؟ مدرسة. مدرسة ايه؟ مدرسة عربي. مدرسة عربي. الله. طب تصدقي بقى سقفة سقفولها بقى عشان العربي يعني مش عارفه ليه الاطفال مستصعبينه كده، لان العربي جميل ولغتنا الجميله. اه طب هو بس في العالم العربي النحو بس ساعات بيزرق. النحو جميل والله يا بنتخ. انا كنت شاطره قوي في النحو ده والله. اه النحو جميل والله. طيب. انا بحبه يعني. لو اديت لنفسك فرصه هتحبه صدقني. انا عارف اخوات ان يعني ان انا كان ليت لعل عارفهم انا. طب والله شطور. شكرا. شطور. عايز تلاقي مدرسة عربي تدرسي لأطفال ولا لكبار؟ لا للأطفال. للأطفال إن شاء الله يا حبيبتي. اسمك إيه؟ مريم. إزيك يا مريومة؟ الحمد لله. سنة كام؟ كي جي 1. كي جي 1؟ بتهزري. ما شاء الله كي جي 1 والله؟ عندك كام سنة؟ ستة. ستة؟ يعني يبقى أنتِ في سنة أولى مش في كي جي 1؟ لا في كي جي 1. متأكدة؟ يبقى ده أنتِ داخلة بقى يعني أكبر من السن شوية. طيب قولي لي بتحبي تعملي ايه يا مريم؟ احب ارسم. برضه؟ والون. وايه؟ والون. ارسم والون. هيبقى النهارده يا ماما سلمى في منافسه شديده في الرسم. اه احنا هنعمل مسابقه رسم النهارده طالما كلكم بتحبوا ترسموا وتلونوا. الولاد كلهم والبنات شاطرين في الرسم. ايوه صح. وعايزه تطلعي ايه لما تكبري؟ دكتوره. دكتوره؟ دكتوره اطفال ولا دكتوره كبار؟ كبار. دكتورة كبار ان شاء الله. دكتورة شاطرة كده. انا بحبك قوي. وانا بحبك قوي يا مريومة. شكرا يا حبيبتي ربنا يخليكي. كي جي 1 سنة صعبة. اخر بنوتة بقى اسمك ايه؟ كارما. كارما؟ ضحكتك حلوة قوي يا كارما. علي صوتك بس شوية. انت في سنة كام؟ سنة أولى.
في سنه اولى. وبتحبي تعملي ايه يا كرما؟ بحب ارسم الون. برضو يا جماعه مش معقوله. دكتوره معقوله؟ احنا لو كنا منقينكم قاصدين ان انتوا كلكم تبقوا بترسموا الون ما كناش هنعرف نعمل كده. طب قولي لي قولي لي يا كرما، بتلعبي رياضه؟ بتعملي اي حاجه تانيه؟ بتحبي تعملي حاجه تانيه ولا لسه؟ بحب العب سباحه. بتتدربي سباحه؟ بتتدرب. ومريم بتلعبي رياضه؟ ايه؟ كاراتيه وفي الحزام اللف. برافو عليكي شاطره. ليه مش بتقولوا الحاجات اللي بتعملوها دي؟ طب قولي لي يا كارما، عايزه تطلعي ايه لما تكبري ولا لسه؟ دكتوره برضو. دكتوره ايه؟ اطفال. كبار؟ اطفال. اطفال اطفال اطفال. طيب فاكره يا بنت اخر الحلقه اللي فاتت لما كل حد كان بيقول دكتوره كنت تساله؟ ايوه كان معاك. نعم عبد الرحمن كان معاك. عبد الرحمن كان معايا. اه صح، كان في عبد الرحمن معانا الاسبوع اللي فات. انت عايزه حاجه يا كارما؟ اه. ايه؟ عايزه تديني تعبات؟ ايه؟ امي تعالي تعالي يا كارما ما تتكسفيش. ايه يا كوكي ده؟ دي رسمه برضو؟ اه. طيب اقعدي بقى مكانك وانا هوريها لصحابنا. ايوه يا حبيبتي. بنات وولاد، ماما سلمى وبندخ وقلب جميل. الله شايفين؟ حلو قوي يا كوكي، جميله. شكرا 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 شكرا. سلام يا كارما. طب انا مبسوطه قوي ان النهارده في حاجه مشتركه ما بين كل اصحابنا اللي معانا هنا في الاستوديو، كلهم بيحبوا يرسموا، كلهم بيحبوا يلونوا. ان شاء الله هيبقى عندنا هنا بقى فقره النهارده اكيد كده ترسموا فيها براحتكم. اتفقنا؟ فقره التلوين ده غير الرسمه بتاعتنا طبعا، هيبقى عندنا برضو رسمه وكلكم بقى تعملوا زيها. اتفقنا؟ طبعا. تعالوا بقى نعرف ايه حكايه الفوطه اللي على راس بنتخ دي. احكي لنا يا بنتخ. فوطه ايه؟ فوطه. اه ده ناسي الفوطه اساسا. فوطه ايه صحيح؟ اه تصوري، صدقني ماما سلمى يعني انا نزلت من البيت وبعدين لقيت كل ما حد يقابلني يقول لي نعيما نعيم، فما فهمت يعني لسه واخد بالي. واقول له بيقول لي نعيما ليه ده؟ ايه ده ثانيه، انت نزلت كده من البيت ومشيت كده في الشارع؟ ما اه ما انا ما خدتش بالي ان في حاجه على راسي غير لما حضرتك قلت لي ايه يا بنت. ازاي مش واخد بالي؟ سبحان الله. يا والناس تبص وتستغرب وتبحلق كده. ايوه طبعا. ما ولاقي. طب فهمنا طيب الناس مالها النهارده كده وايه نعيما دي؟ وانا حلقت عشان يقولوا لي لا، ما هو اللي بيستحمى بيقولوا لنا ايه؟ انت كده انا عايز افهم بس، انت لابس الفوطه، انت كنت بتستحمى يعني؟ والله يا ماما سلمى موضوع وماشي بالفوطه. هفهم حضرتك دلوقتي. فهم. والله موضوع الشتاء ده بقى صعب قوي، الدنيا برد. خلاص؟ وماما ماما بقى مامتي انا مصرة ان انا استحمى في الشتاء، ينفع؟ يعني ده اسمه كلام؟ في حد يستحمى في الشتاء؟ مرتين في الاسبوع. في حد يستحمى في الشتاء؟ ايه السؤال الغريب ده؟ بنت بيقول في حد يستحمى في الشتاء؟ طبعا. بصي يا سلمى، انا قلت لها قراري قراري مفيش حموم في الشتاء، مش هستحمى من فضلك يا ماما ارجوكي. الشتاء الدنيا برد، الدنيا برد يا ماما. هطلع استهوى، يعني انت ترضى استهوى؟ لا ما هو احنا مش هنستحمى ونطلع في الشارع يعني، او نطلع في البلكون، فاحنا لازم بعد الحمى ده اولا ننشف كويس جدا. انت عايز اشوف بس شعرك مبلول ولا نشف؟ طب خلاص الحمد لله نشف، ممكن نشيل فوطه بعد اذنك؟ اه نشيلها. انت مش حاسس بيها دي؟ راح جاية تقول لي نعيما يا اصحابي وانا مش فاهم. بص يا بنتك يا حبيبي، ايوه هو في حاجات كتير جدا انا ممكن اقولها لك، بس تعالى الاول انت واصحابنا هفرجكوا على غنوه حلوه قوي من الاغاني اللي حكيت لكم عنها كده المره اللي فاتت، اللي كانت بتتعمل في اوبريتات اعياد الطفوله للفنانه الكبيره صفاء ابو السعود. الاغنيه دي بقى فيها جزء مخصوص علشان الحمى. فعلا؟ فتعالى نروح. اه يا اصحابي وصحباتي تعالوا نروح نشوفها، وبعدين نرجع اقول لك بقى ايه فوائد الحموم وليه لازم تستحمى شتاء وصيف. حتى يلا في الشتاء؟ طبعا يا بنت. حتى في الشتاء؟ تعالوا نشوف. يا اصحابي وصحباتي هنا ومحلة سر، بصوا شوفوا حاجاتي انما ايه في السر. الله شفتوا بقى؟ يا قد ايه كنت بحب الاغاني دي. اه جميلة. نفسي دلوقتي يبقى في نعمل اغاني كده اوبريتات كده للاطفال. بس هي ما قالتش في الشتاء يا ماما سلمى، اكيد قصدها في الصيف كده في الحر. يا سلام يا حبيبي. هو معلش ممكن يعني نتفق على حاجه، هو اللي بيدخل ياخد دوش ده ياخد دوش ليه؟ عشان بيبقى عرقان مثلا، لبس هدومه كتير فتره. والله طب ده جميل اهو. طب وبتقول وليه؟ علشان ايه؟ ينضف كده. اه يبقى نضيف كده عشان يبقى نضيف. صح. اه لان احنا طول ما احنا ماشيين في الشارع، او حتى لو مش في الشارع، حتى لو في البيت، ما هو التراب برضو بيدخل البيت. شعرنا بيجي عليه تراب، وتراب بيجي على جسمنا، وممكن يقفل المسام الجسم، ودي حاجه خطر جدا فلازم ننضفه دايما. وممكن نايع. وممكن
ممكن وممكن ناعيه لو فضلنا كده. صح، برافو عليكي. لان النظافه دي كويسه جدا، وبتخلينا ايه بقى، بتخلينا فعلا زي ما مريم قالت، بتخلي العيا ده يقل، لانه الامراض او التعب او العيا بيجي برده من قله النظافه. صح يا بنتك؟ انت بقى عايز تقعد طول الشتاء 3 شهور ما تستحماش؟ والله جيتي لي الحق، انا كمان في الصيف كمان يعني ناخدها مقاوله كده. انا بصراحه الواحد يعني الموضوع، بص يا ام سلمى، بالنسبه لموضوع العرق والحاجات دي والريحه، انا بحط، انت مش بتروح؟ بحط كولونيا. كولونيا؟ اه كولونيا ايه؟ انت فاكر ان الكولونيا دي بديل يعني عن الكولونيا؟ كولونيا بعد كده برش الكولونيا كده في كل حته ومبسوط كده. ايه لازمه الحموم بقى؟ تخيل حاجه يعني، انا اسفه ايوه، تخيل حاجه ريحتها وحشه، ايوه حطيتها عليها كولونيا، هتبقى ريحتها حلوه، دي هتبقى ريحتها فظيعه فعلا. طبعا يا بنت، انت ازاي بتقول كده؟ اولا مفيش بديل عن الحموم، الحومه او الحموم، تمام، مفيش بديل عنه، لا كولونيا ولا اي حاجه. ليه بقى؟ في كذا حاجه مفيده جدا في الحمى. مين يقول لي طيب الحمى مفيد في ايه؟ قولي يا مريومه. لازم نستحمى كل يوم عشان ننضف، وكل يوم عشان كل يوم بنعرق وبنستحمى، لازم نكون عشان نضاف ونستحمى ونغسل اسناننا، تمام، يبقى علشان نضاف. يبقى علشان نكون نضاف، صح كده؟ قولي لي يا جنات. عشان النظافه لازم نستحمى كل يوم عشان النظافه من الايمان، تمام، النظافه من الايمان. ايه تاني؟ طيب هقول لكم على حاجه، انتوا عارفين انه الحمى ده بينشط الدوره الدمويه في الجسم بتاعنا، لما ايه بقى؟ لما ندخل ونغسل جسمنا بالليفه كويس، مش ندخل تحت الميه كده ونطلع ليفه كمان، ده مش حمى يا كمان ليفه. يا بنتك حرام عليك، انا عندي سفنجه، الله يكون في عون مامتك والله، سفنجه على شكل سمكه كده جميله. السفنجه دي بتاعت البيبيز اللي هم لسه مولودين، عشان جسمهم بيبقى يعني لقيق جدا لسه. انت بتهزر يا بنتك؟ اصل الليفه دي بتحك كده، بتبقى وبعدين بتلاقي بتوجعني، بتبقى يعني ممكن الليفه ما تبقاش جامده قوي، ما فيش مشكله، بس تنضف جسمك يا حبيبي. بص يا ماما سلمى، نعم، انا عايز اقول لك على حاجه. نعم، انا ما عنديش مشاكل في موضوع الحمى ده، انا بس اللي بيضايقني التفاصيل. تفاصيل كتير قوي، يعني مثلا ماما تقول لي حضر هدومك، خد فوطتك، اغسل راسك بالصابون كويس. انا طبعا بستحمى لوحدي، اني كبير. طب انت كبير اهو، متضايق ليه؟ الحمد لله. بس بتقعد بقى تديني تفاصيل كده، اكتب بيها لسه يعني وعلقها في امال انت عايز تدخل تستحمى؟ معلش يا بنت، يعني عايز تدخل تستحمى تقلع هدومك اللي مش نظيفه، وبعد ما تستحمى تلبسها تاني؟ ما اكيد هتطلع لبس جديد نظيف، علشان بعد ما تستحمى تلبس لبس نظيف. ولبسك اللي انت قلعته تحطه فين؟ في الغسالة. اللي هو اللي مش نظيف، في الغسيل، في ثابت الغسيل او في الغسالة. برافو عليك. طب بصوا احنا شاطرين ازاي، تفاصيل كده يا حبيبي، التفاصيل دي كلها بتاخد دقيقتين ثلاثة، مش موضوع يعني تفتح وتطلع الفوطة واللبس اللي هتلبسه وهتدخل الحمام، ايه المشكلة؟ يعني مش حاسه يعني انه الموضوع كبير للدرجات؟ ولما تخلص حط هدومك اللي مش نظيفه في في باسكت الغسيل. طب دي هتاخد منك ربع دقيقه حتى، مش عارف ايه تفاصيل. طب معلش يا بنت، التفاصيل دي كلها بتاخد وقت صغير. انا دماغي مش رايقه الكلام ده يا ماما سلمى، انا في حاجات تانية في دماغي. اه يا حبيبي مشغول يا عيني. ازاي اعدي المرحله الجايه من الجيمز؟ ازاي الحق الفيلم اللي الكرتون الجديد اللي لسه نازل في القناه؟ يعني في حاجات، في حاجات مهمة في دماغي غير موضوع اللي هتصدق فعلا، حاجات مهمة جدا. خلي بالك الفوطة تقع في الأرض تتبل، خلي بالك مش عارف الليفة حك جسمك كويس من عند القفا، يعني حاجة يعني تفاصيل. بص أنا ممكن ماما، بص يا حبيبي، بص أنت دلوقتي أنت اللي قلت بنفسك إن أنت بقيت كبير وبتستحمى لوحدك. طبعا طبعا لو احتجت ماما ممكن طبعا تساعدك، يعني ظهرك مثلا ما تعرفش تعرف تغسل ظهرك ولا حاجة، ماما ممكن تدخل تساعد، بس أنت خلاص معتمد على نفسك. مش عارف تفتح، لا ايه ده؟ ليه؟ لا بعرف اظبطها. ليه بنتك كبر قوي؟ سخن وبارد. تعرف تظبط الميه صح؟ ما بين السخن والبارد صح؟ تخليها دافيه كده وجميله، مش كده؟ ايوه. وبعدين يا بنتك انت كمان لما تبقى انت بقى يعني معتمد على نفسك كده، تختار انت اللبس اللي هتلبسه. ايه رايك؟ حاجه لذيذه صح؟ بس وبعدين لبسي طبعا. يعني انت تختار انت اللبس اللي هتلبسه بقى لما تخرج من الدش. طبعا يعني حاجه حلوه، انت معتمد على نفسك كده صح؟ بعرف اجيب الالوان متناسقه. يا ماشي يا سيدي، يعني انت يا بنتك مفيش مشكله في الحاجات اللي انت قلتها، حاجات بسيطه وتخلص بسرعه جدا. التفاصيل يعني مش تفاصيل كتير؟ لا حتى لو كتير ما بتاخدش وقت كبير. طب
ستارة الحمام. طيب ستارة الحمام برضو ايه؟ اقفل الستارة عشان ما تبلش الحمام. ايوه ما انت ما ينفعش تغرق الدنيا، ولو غرقت الدنيا انت اللي مطالب ان انت تنشف الحمام. لا 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 كده كتير يا ماما سلمى، كده كتير. اقول لك الموضوع صعب تقولي لي لازم. كفايه الواحد مستحمل في فصل الشتاء الحمى ويطلع. انا عارفه يا حبيبي، انا عارفه ان الجو برد، الجو برد علينا كلنا، بس مش معنى كده ان احنا نبقى مش نضاف. يعني ايه ده؟ لازم نبقى نضاف برضو. مش كده يا بنتك؟ وبعدين في البرد كمان احنا ناخد بالنا بقى في موضوع الحمى ده في البرد، ان احنا ما يعني بعد ما ناخد الدوش بتاعنا هو لازم ننشف كويس جدا، ونلبس لبس تقيل وجميل، وما نطلعش البلكونه، ما نبقاش مثلا بنستحمى قبل ما ننزل على طول، ما ينفعش. يعني يستحسن ان احنا نستحمى بالليل ونتدفى وننام قبل النوم يعني، تمام؟ تمام. عشان ما نعياش وما نتعبش. اتفقنا يا بنتوخي؟ اتفقنا. طيب الحاجات اللي انت قلت عليها دي والله كلها حاجات بسيطه. انا عايز اسال صحابي، انتوا في حد فيكم بيتضايق كده من الحمى زي ما انت؟ لا لا لا. شكلك يعني بياخدوا معاهم فوتتهم وهدومهم ويحطوا الهدوم اللي مش نضيفه في الباص. بتعملي الحاجات دي يا اصحابي؟ خلاص انا هعمل زيكم بقى كده، ومش هقول على الحاجات دي تفاصيل، دي كلها حاجات بسيطه. ايوه كلها حاجات بسيطه جدا. صح؟ كلها حاجات مش ما بتتعملش. طيب ما بتتعبش. لا كلها حاجات ما بتتعبش. صح؟ ماشي. انت بتهزي رجلك ليه يا كارما؟ انت متوتره ولا ايه؟ لا مش متوتره. توتر؟ طيب خلاص انت. انتوا شاطرين جدا جدا وشطار جدا، وانتوا كده اللي اقنعتوا بنتك لما شاف بقى اصحابه اللي قده بيعملوا كل الحاجات اللي قلناها، فهو اقتنع. انا اقتنعت. عايزه ايه مليون؟ نعم؟ عندك كام سنه؟ انا عندي كام سنه؟ عندي 6 سنين. بنتك يدي كل السنين. ست سنين يعني قد ايه؟ 6 7 8 9. انا 7 10 في الرينج ده. في الرينج ده. في الرينج ده. طيب خلاص اتفقنا يا بندوخي؟ اتفقنا يا عم. طب تعالوا بقى نروح نشوف صاحبنا يوسف عمل ايه لما ماما قالت له ان هو لازم يستحمى. انا عايز اقول لكم قبل ما نروح ليوسف، مهم جدا 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 جدا، دي بقى لاصحابنا اللي بيتدربوا، اللي عندهم تمرينات. بنتخ بيتدرب كاراتيه. ايوه. اصحابنا برده في منهم بيتدربوا كاراتيه برده وسباحه زي ما قلتوا لي. كاراتيه. بالظبط. انا لا. بعد التمرين نرجع. بعد التمرين. ها؟ بعد التمرين ده كله نرجع البيت نغير هدومنا وننام عادي؟ لا. لازم نستحمى. ارجوك. صح. كل اصحابنا اللي في البيت اللي سامعنا دلوقتي، كل اللي عندهم تمارين بعد التمرين لازم نستحمى، ده مهم جدا جدا. بس ساعات ببقى تعبان بنام ببدله الكاراتيه. بنام ببدله الكاراتيه كده وساعات ولا مستحمى، وماما تقول لي غلبت معايا والله غلبت معايا. الله يكون في عونها. يا ابني اقلع يا ابني لبس التمرين. اقلع يا ابني لبس التمرين يا ابني بدله الكاراتيه كده. اقول لها ما انا عندي تمرين. انت ما تبقاش مرتاح يا ابني في نومتك ده، يعني ايه النومه دي؟ بدله الكاراتيه دي بتبقى متعبه اصلا. لا اصل كده يا بنت. لا خلاص. هتعمل كده تاني؟ لا طبعا. بجد؟ خلاص انا اقتنعت. طب الحمد لله. واي حد كان بيعمل زي بنتخ وبينام بلبس التمرين غلط جدا. ما نعملش كده، ننام كده واحنا نضاف كده وريحتنا حلوه وجميل. طيب يلا نروح نشوف يوسف عمل ايه ونرجع تاني. يوسف يلا. شفتوا بقى يوسف طلع ارنب. ايوه وشاطر خالص وعايز يحلق زي باباه. لما يكبر بقى. لما يكبر بقى. مستعجل على ايه؟ احنا بقى شفنا ان انتوا كلكم بتحبوا التلوين وبتحبوا الرسم، فجبنا لكم بقى الورق والالوان. انتوا ارسموا دلوقتي اي حاجه عايزين ترسموها براحتكم، وبعدين ان شاء الله لما نشوف رسمه النهارده ايه تعملوا زيها. اتفقنا؟ يلا ارسموا زي ما انتوا عايزين بقى. وناخد تليفون فارس. الو. الو. صباح الخير يا فارس. صباح النور. عندك كام سنه؟ 7 سنين. 7 سنين. يعني انت في سنه تانية ولا في سنه اولى؟ سنه تانية. في سنه تانية. برافو عليك يا فارس. طب قولي بقى، شفت بنتخ وهو مش عايز يستحمى في الشتاء عشان الجو برد؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش يا فارس. صح؟ ليه يا فارس ليه؟ اه مش الجو ساقع وعندكم في بورسعيد ساقع برضو؟ لا عشان تنضف. عشان تنضف يا اخي. ايوه عشان نبقى نضاف كده وحلوين. وما ينفعش انام بلبس التمرين؟ انا بلعب كاراتيه برضو زي بنتك برضو يا فارس. وبتنام ببدله الكاراتيه؟ بس استحمى وانام. برافو عليك يا فارس، شاطر جدا. شاطر يا فارس. هو انا ممكن بس لو سمعت يا فارس ممكن تقفل صوت التلفزيون وتسمعني؟ التلفزيون مش بني.
وتسمعنا من التليفون. ما شاء الله حسام البني ده وعندك 7 سنين ده انت كده ما شاء الله بتلعب من زمان. يا فارس شطور. برافو عليك يا فارس. عايز اقول لك على حاجه بقى، بورسعيد على فكره ابرد من القاهره، خلي بالك. معقوله؟ ومع ذلك فارس شاطر اهو، بيستحمى بعد التمرين وما بيعملش زيك. شطور يا فارس. وعايز اقول لك يا فارس بقى ان انت تسلمي على كل بورسعيد، عشان انا بحب بورسعيد جدا، انا اتولدت في بورسعيد وخليتي في بورسعيد وبوجه لهم التحيه. شكرا يا فارس جدا على تليفونك، وكلمنا على طول، اتفقنا؟ ماشي يا حبيبي، يلا مع السلامه. سلامه يا فارس. مريم صباح الخير يا مريومه. لا مريم مع التليفون، مريم تانية. مين معانا؟ ماشي. مش عايز ترسم انت كمان يا بنتخ؟ ارسم؟ بص كل اصحابنا بيرسموا ازاي؟ معقوله؟ لا انا ممكن اترسم، يعني حد من اصحابي حابب يرسمني. يا سلام نجم قوي في نفسك والله. خصوصا بقى ان انا لسه ما استحمتش، فهتلاقي شكلي. ايه مريم بترسمك فعلا؟ معقوله يا مريم؟ يا سلام. طب بقول لك ايه، احط الفوطه على راسي يمكن شكلي يبقى احلى ولا ايه؟ لا لا غير فوطه. لا غير فوطه احلى بنت صدقني. تغيير يعني، الواحد كده تغيير. ليه فوطه بس؟ انت رسمتيلي الفوطه بجد يا مريومه ولا ايه؟ يلا. طب انتم بترسموا ايه قولوا لي؟ انا برسم بيت وبرسم بنت اخد في الحديقه. وانا برضه حديقه. وانا برضه برسم. انا برسم بيت وانتوا فيه. ده الزرع برضه؟ وده ايه يا جنات؟ ده الزرع وبرسمكم وانتوا في الحديقه. برضه الحديقه دي موضوع حلو قوي، جميل الحديقه. والولاد بيرسموا ايه؟ برسم سنومان. سنومان حلو، بحب انا سنومان ده جدا. وايه تاني؟ انت شفته فين ده؟ ترسمه ايه ده في الكرتون وفي بس احنا ما عندناش سنومان. طب وعمر بيرسم ايه وعلي؟ سنومان. حديقه برضو؟ ايه موضوع الحدائق ده؟ دي اول حاجه بترسموها في المدرسه مش كده؟ حلوه حلوه الحديقه جميله، وفي الربيع بتكون احلى كمان. عمار صباح الخير يا عمار. صباح النور. ازيك؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ عندي 10 سنين. ما شاء الله عندك 10 سنين، برافو عليك يا عمار. طب عايز تقول ايه البنتخ بقى على الموقف اللي حصل ده؟ عارف بنتخ عمل ايه؟ ايه؟ او ما عملش ايه؟ زعل نوسه فتح التلفزيون يعني. عشان بنتخ، علشان بنتخ بيقول ان هو مش بيحب يستحمى في الشتاء. بص بنتخ، بص بنتخ كان جايب ايه الصبح اول لما جه؟ اصل هو لسه فاتح التلفزيون، فقلت اجيب له المشهد من الاول. مش عارف خلاص احنا شلنا الفوطه دي بقى. كنت ماشي في الشارع لقيت الناس بتبص لي بصات غريبه وبتقولي نعيما. ماشي بالفوطه شوف. طيب قول لي بنتخ بقى هتقول له ايه؟ في حاجه اسمها ما ينفعش نستحمى. انت لازم تستحمى عشان تبقى نظيف وما تعياش. برافو عليك، جميل. ايوه بس لما بستحمى وبتبل وبخرج في الهواء ممكن اعيا واعطس. يا حبيبي ما احنا قلنا ما نستحماش ونخرج في الهواء دي ابدا. اتلف كويس، ناخد بالنا، انشف كويس، نشف كويس ونتدفى كويس ونفضل شويه في البيت، مش نستحمى ونخرج دي. ايوه صح صح. طب عمار انت بتتدرب، انت في سنه كام كده؟ رابعه؟ لا انا في ثالثه. في ثالثه، وبتتدرب اي حاجه في النادي او كده رياضه؟ ايوه بلعب كوره. بتلعب كره قدم؟ كويس. ايوه. وبعد تمرين كره القدم لما بتروح البيت بتستحمى ولا بتنام كده؟ لا بستحمى. شطور يا عمار، برافو عليك يا حبيبي. عمار وكلمنا بقى على طول يا عمار، اتفقنا؟ ماشي. شكرا يا حبيبي، يلا مع السلامه. كويس. كره قدم يا حبيبه، صباح الفل. الحمد لله. صباح الخير. ممكن يا حبيبة توطي صوت التلفزيون خالص من فضلك وتسمعيني من التليفون لو سمحتي؟ أنا وطيت خلاص. شطورة يا حبيبة، أنت عندك كام سنة؟ 7. عندك 7 سنين، في سنة أولى؟ تانية. في سنة تانية ما شاء الله. طيب يا حبيبة شفتي بنتخ ولا ما شفتيهوش من الأول؟ شفته. عايزة تقولي له إيه؟ عايزة انا بحب بنتك خالص وبشوفكوا كل جمعه. قلبي بقى، قلبي واحده، قلبي قلبي تاثر جدا. زمان ما حدش قال لي بحبك. يا حبيبي لدرجه ان انا نسيت ان اصحابي بقى بيحبوني. لا ما تعملش دراما بقى يا بنت. نعم يا حبيبه اختي مالك عايزه اتكلم. طبعا اديها لنا.
الو يا الو يا ملوكة. الحمد لله. عندك كم سنة؟ انت اربع سنين يا حبيبتي، صغنونه خالص يا مالك ما شاء الله عليك. من دوري كده. وبرده بتحبي تشوفي بنتك برده كل بتحبي بنتك خالص. قلبي قلبي اخيرا. ده انتوا فرحتوا بنتك قوي والله. انا كنت افتكرت ان ما عادش حد بيحبني، ما عادش حد بيحبني. انت عايز تسقيف ها؟ اه مش عارف ما بيسقفوش ليه؟ هنزل على ركبي اهو. هو بنتك هنسقف عشان يبطل الدراما اللي بيعملها دي. كلنا بنحبك يا بنتوخي، كل سنه تعالى. كل اصحابنا بيحبوك. ايوه ايوه. ايوه يا ملوكه بتقولي ايه؟ بروح الحضانة. بتروحي الحضانه يا بنتي جميله والله وشطوره. وبكره تكبري وتروحي المدرسه ان شاء الله. الف باء. الف باء. الف باء. برافو عليكي شطوره. ما شاء الله. خلاص احنا هنستناكي يا ملوكه انت وحبيبه تكلمونا كل يوم جمعه، اتفقنا؟ ماشي. ماشي يا حبيبتي يلا مع السلامة. مع السلامة. السلامة يا مها. طيب تعالوا بقى نروح لفاصل سريع ونرجع مع كابتن خالد بقى ونلعب شوية رياضة ونشوف صحابنا رسموا ايه. رياضة بقى. رياضة. يا ولاد يا بنات قوموا فرفشوا، يا بنات يا ولاد قوموا نعجشوا، ماما سلمى وبنتك جايبين لكم اللي في نفسكم فوعوا تبربشوا، يا ولاد يا بنات قوموا فرفشوا، يا بنات يا ولاد قوموا نعجشوا، ماما سلمى فوعوا نلعب سوا نضحك ونغني ونرسم بالألوان، نعرف ايه بيفيدنا ونسمع حواديت زي زمان، نحب بلدنا عيلتنا صحابنا ونتعلم نختار، انتم بكرة الجاي وشمس وانتم احلى نهار، اتجمعوا حوالينا وهاتوا العيلة كبار وصغار واشربوا لبن الصبح الطازة وافطروا أحلى فطار، جمعة وبس عشرة الصبح هيبقى معاكم معانا، والشطور طول الأسبوع ماما هتجيبه هنا ويانا، يا ولاد يا بنات يا بنات يا ولاد، ماما سلمى وبنتك جايبين لكم اللي في نفسكم فاوعوا تفرفشوا، يا ولاد يا بنات يا بنات يا ولاد، ماما سلمى وبنتا ايوه انا انا اللي نفسكوا فوعوا تفرفشوا، اوعوا تفرفشوا. نلعب سوا نضحك ونغني ونرسم بالألوان، نعرف ايه بيفيدنا ونسمع حواديت زي زمان، نحب بلدنا عيلتنا صحابنا ونتعلم نختار، انتم بكرة الجاي وشمس وانتم احلى نهار، اتجمعوا حوالينا وهاتوا العيلة كبار وصغار واشربوا لبن سلامة. ده الجو دافي جدا. صباح الخير يا كابتن خالد. صباح الفل. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل تمام. انا ممكن اقول معلومه عن موضوع الحموم؟ اه طبعا طبعا. احنا في الشتاء في فصل الشتاء احنا بنستحمى بميه سخنه علشان الجو بيبقى بره برد وكده صح؟ احنا لما بنيجي نفتح الدش بنفتح ميه ساقعه بنفتح ميه سخنه علشان نعرف نعمل كله بردين عشان نعرف نخليها دافيه، ما ينفعش نستحمى بميه سخنه قوي
ولا ساعه قوي مش هنقدر نستحمل صح؟ طبعا. بس في حاجه ممكن ترفع عننا المناعه تخلينا ما يجيلناش برد خالص. ايه هي؟ احنا خلاص خلصنا الشاور بتاعنا خلاص تمام وكله تمام، هنقفل الميه السخنه الاول وبعد كده نقفل الميه الساقعه. نحاول تبرد شويه على جسمنا. نحاول نستخدم بس الميه الساقعه دي 3 ثواني بالظبط اللي هو كده كده بس. ليه؟ علشان احنا درجه حرارتنا في الميه السخنه بتبقى عاليه جدا، لو في اي هواء او اي حاجه ممكن يجي لنا برد. صح. بس لما نستحمى ميه ساقعه لمده 2-3 ثواني خلاص احنا عدلنا درجه الحراره دي. فهمتوا؟ يعني في اخر الدش خالص، في اخر الدش خالص هنقفل السخنه الاول بعد كده نخلي شويه ميه ساقعه ثانيتين كده بس. ثانيتين بس ميه ساقعه بس. بعد كده انا اعرف ناس هم ميه ساقعه بس. معرفش ازاي بيقدروا يعملوا كده، بس هم فعلا ما بيعيوش. بس ما بيعيوش. بصوا بقى احنا النهارده ايوه هنعمل ايه؟ احنا النهارده هنتعلم حاجه اسمها رياضه اليوجا. اليوجا بس هي مفيده جدا للاطفال. بس انا ليه اخترتها المره دي او النهارده؟ علشان انتوا ممكن تستخدموها في الدراسه. ليه؟ انتوا ساعات بتقروا على المدرسه او في المدارس جمله اسمها العقل السليم في الجسم السليم. صح. اليوجا دي بتعلمنا فعلا ان العقل السليم في الجسم السليم. ليه؟ لان هي بتمرن عقلنا وبتمرن جسمنا في نفس الوقت. هي بتمرن 3 حاجات، العقل والجسم والنفس. ازاي نقدر ناخد نفس؟ يعني واحنا بنعمل التمرينات دي كلها النهارده ننظم نفسنا، يعني احنا ننظم نفسنا. حلو قوي. ازاي نطلع النفس وندخل النفس، وازاي اللي احنا نبقى ثابتين ونتعلم الاتزان ونتعلم حركات فيها اليونة. اتفقنا؟ اتفقنا. فهي حاجه حلوه جدا اللي هي اليوجا. اتفقنا؟ وهي رياضه هنديه من زمان خالص. خلاص؟ ايام الهند. مش هما الهند بيقعدوا يعملوا كده؟ احنا النهارده هنعمل كده شويه برضه. اتفقنا؟ بصوا بقى. احنا اول حاجه هنتعلمها اللي احنا ازاي ناخد نفس. نقف. ناخد نفس من مناخيرنا، اوكي؟ طلعنا بقنا صح؟ تاني. ممكن تبقوا معايا في حركات الايدين في كل حاجة. تاني. آخر مرة ركزوا معايا. وهثبت. اوكي. تاني ناخد نفس. أضم رجليا جنب بعض. نحاول نركز في كل حاجة. وفي حاجة بقى عايز أقول لكم عليها. حاولوا تبصوا على نقطة معينة في الأرض وخليكم باصين عليها. ونركز فيها ونركز في الحركة اللي احنا بنعملها. اتفقنا؟ نرفع رجلينا ونهدى. نفضل ثابتين. لو بصينا النقطة وركزنا في الحركة اللي احنا بنعملها وكمان بنتعلم النفس اللي احنا عملناه اللي هو ده. برافو شطار، اثبتوا زي ما انتوا. ننزل بالرجل، نرفع الرجل التانية. حاول تخليها للجنب كده. شاطرة. ما تبصليش، لو بصيتي في الأرض على نقطة معينة هتقدري تثبتي. شفتي ثبتي ازاي؟ برافو عليكي، شاطرة جدا. برافو عليكي. شاطر جدا. هننزل. هنطلع بإيدي لفوق. أخليها هنا. وأعمل نفس الحركة بتاعت رجلي. وأثبت برضو على الأرض. شاطرة جدا، برافو. برافو عليكم، برافو. برافو جدا. شاطر. برافو يا كارما، مركزة. ممكن مثلا مركزة في نقطة في الأرض. اثبت هنا. بصوا على نقطة في الأرض، خليكم مركزين عليه. ما تبصوليش لما أتكلم. مين يقدر يتعلم النفس واحنا بنعمل ده؟ برافو يا جنان. اللي هو برافو، شطار. نحط رجلينا، نفتح رجلينا شوية، نبدأ ننزل واحنا بناخد نفس. نحط ايدينا على الأرض. واو. نتمشى وننزل وسطنا لتحت ونبدأ ناخد النفس. تاني. مرة كمان. ننام. نمسك رجلينا اليمين والشمال كده ونحاول ان احنا نثبت. ايوه كده كده. برافو، هايل. برافو عليك، شاطر جدا، صح جدا.
كلكوا صح، لو في حد بيعمل غلط هقول له، بس انتوا كده كلكوا صح. مين يقدر يركز في اللي احنا نثبت وناخد النفس؟ ها، مين حاسس دلوقتي ان هو حاسس ان هو مركز، يعني حاسس ان هو بيعمل الحركه صح جدا؟ صح، هي دي الفايده منها. برافو، هايل. طيب نقعد زي ما احنا، زي ما انا قاعد كده، نفتح رجليا شويه، احط ايدي اليمين وايدي الشمال، ونعمل قوس لقدام ونرجع راسي لورا. اثبتوا زي ما انتوا. مين يقدر ياخد النفس؟ برافو. في حاجه كمان عايز اقول لكم عليها، لو انتوا بتعملوا الحاجات دي في البيت او انتوا هتعملوا، خليكوا زي ما انتوا ثابتين واسمعوني. حلو ومفيد جدا اللي احنا نشغل، اللي احنا نشغل مزيكا هاديه كده علشان تريح لنا اعصابنا، بس انا عايزك ترمي وسطك لقدام. ايوه برافو عليكي، نرجع راسنا. برافو عليكي كده صح. ليه البنات كلهم باصين لي؟ ما شاء الله كويسين جدا، ما شاء الله، برافو. ستوب. انا كنت قاعد كده، هبدا افرد رجليا وابدا احط ايدي وانزل. برافو، واحاول افرد رجلي. برافو، شاطره جدا. بدانا نفتحها كده، شاطره، برافو، صح صح، نحاول نفتحها. برافو برافو يا كارما، بس انا عايز رجلي تكون قدام كده. كنت بفتح بق الحوت. برافو عليكي، ايوه كده. ها، النفس، ناخد ثلاثه نفس. طيب مين يقدر واحنا فاتحين رجلينا كده، مش هنطلع بقى لقدام، لا هنرجع لورا. خلوا بالكم، خلوا بالكم. برافو. احاول ان انا اعمل اتزان لجسمي. برافو عليك، ايوه كده، شاطره جدا. ارفعي وسطك لفوق. برافو. الثانيه، الثانيه، الثانيه. هي الموسيقى هتنيم. جميل كده. برافو، ايوه ايوه كده. برافو عليكم، شاطره جدا والله، انتوا هايلين ما شاء الله. اخر تمرين، نقعد على الارض، نفرد رجلينا ونرفع رجلينا ونحاول نثبت. بص، لو لقينا اي حاجه صعبه، لو لقينا، سيبيه على الارض عادي. لو لقينا اي حاجه صعبه بنعمل حاجتين، الحاجه الاولانيه بنركز على نقطه معينه، الحاجه الثانيه بنظبط النفس، نلاقي نفسنا ثبتنا. يعني بصوا ازاي، برافو، شطار. نضم رجلينا ونثبت. لو هي صعبه ممكن اقدر امسك رجلي كده. سهلة؟ طيب. برافو عليكم، برافو عليكم. يا سلام على الشطارة. حلو قوي. سهلة ولا صعبة؟ سهلة والله، سقفة والله. نقدر يا إما بعديها نذاكر يا إما نتغطى وننام. نتغطى وننام، أيوة جدا. صح. أنا أصلا أوريدي دلوقتي غالبا هنتغطى وننام دلوقتي. طيب احنا في الاول كنا بنتكلم، او يعني لما شفنا بنتخ بالفوطه الفظيعه دي، كنا بنتكلم عن الحمى او الحموم، صح؟ طب هي الميه دي اللي بنستحمى بيها بتيجي منين؟ بتيجي من عند ربنا. منين يعني؟ تنزل الحنفيه دي بتبقى جايه منين؟ الميه بتيجي منين؟ من الخرطوم. من الخرطوم. الخرطوم. الميه اللي بتيجي من الخرطوم او من الحنفيه بتيجي منين؟ من نهر النيل. برافو عليك. من نهر النيل، من النيل، صح؟ قول البحر. من لا، من المطر. بتنزل من الحنفيه بتيجي من البحر، بتبقى ميه مالحه والمطره. ماشي، بس الميه اللي بتنزل من الحنفيه دي بتيجي من النيل، صح؟ النيل، صح. النيل العظيم. النهارده بقى كوكب بنات بيكون فيه سفينات، سفن مش سفينات. النهارده هنتكلم في كوكب بنات وولاد عن النيل، النيل العظيم ده اللي عايش من زمان، من قبل بلدنا اصلا ما تكون موجوده حتى. تعالوا نروح نشوف كوكب بنات وولاد النهارده، احنا بنتكلم عن النيل، ونرجع تاني على طول، استنونا. شفتي بقى يا ماما سلمى؟
بعد التمرين بتاع كابتن خالد ده ايوه مفيش حمى بقى كل التمرين على القاعد لما يروحوا البيت قلت لي قاعد يوجا يوجا اليوجا دي جميله يوجا يوجا طيب بص بقى اتفضلي هقول لك على حاجه قولي في صحاب دلوقتي لينا مستنيين اسمهم يتقال مسابقه هنسحب دلوقتي اسم اللي فاز في المسابقه المسابقه ولكل اصحابنا اللي مش عارفين احنا عندنا مسابقه اسبوعيه ايوه كل اسبوع بنعمل بنسال سؤال صعب قوي واصحابنا اللي بيجاوبوا على السؤال ده أيوة. بنكتب اساميهم في ورق وبنختار اسم في الاسبوع اللي بعده واللي بيكسب معانا بشكل عشوائي زي أيوة بشكل عشوائي واللي بيطلع اسمه معانا بيكسب كل ذره على فكره يا بنت مريومه ثانيه واحده ثانيه واحده نتكلم ايوه واللي هيطلع اسمه اللي هيفوز معانا بيكسب كوز ذره بيكسب تابلت تابلت ايه ده انت غيرته اللي غيرت يا شيخ اختار يا بنت ده لسه اصلا هادي مالي كروم زبادي شالوا حاجته كله على دي ماشي على دي يا سيدي بسم الله عمر احمد عاطف عمر احمد عاطف انا اسمه عمر احمد عاطف من 6 اكتوبر قريب يلا يا ميم مفيش حطاطة الحمد لله ذوقك جاي واخر رقمه 12 زيرو 12 اخر رقم زيرو 12 مبروك يا عمر على التابلت مقدما مقدما هنكلم عمر دلوقتي عشان يتاكد ان هو عارف ان هو اللي كسب معانا ونتفق معاه نروح له يوم الجمعه الجاي تمام طيب تعالى بقى نروح نشوف سلمى صاحبتنا اللي كسبت في المسابقه اللي فاتت ومي صاحبتنا وهي بتسلمها التابلت صباح الفل يا ميويا صباح الخير يا ماما سلمى صباح الخير يا بنتخ احنا دلوقتي مع صاحبتنا اللي فازت معانا الاسبوع اللي فات صباح الخير يا ماما سلمى صباح الخير يا بنتخ احنا دلوقتي مع صاحبتنا اللي فازت معانا الاسبوع اللي فات هي هتعرفنا بنفسها عشان هي قررت انها تبقى مذيعه معانا اتفضلي صباح الخير يا ماما سلمى صباح الخير يا بنتخ انا اسمي سلمى ازيك يا ماما سلمى وعندي 10 سنين بحب الكابتن خالد وبحب ماما سلمى وبنتخ وفقرة الرسم وفقرة الرسم طب قولي لي يا سلمى انت اسمك زي ماما سلمى على فكرة صح؟ اه وعندك واحدة صاحبتك كان اسمها سلمى؟ اه سلمى كتير قوي قوي كده طب قولي لي بقى انت ايه السؤال اللي انت جاوبتيه الاسبوع اللي فات؟ أكبر دولة مساحة ايه بقى؟ الإجابة روسيا وعرفتيها لوحدك؟ اه بجد؟ اه بجد بجد؟ اه جبتيها منين يعني؟ جغرافيا درستيها؟ انتي في سنه كام؟ رابعه رابعه ايه ثانوي؟ لا رابعه ابتدائي رابعه ابتدائي صغيره يعني ولا كبيره؟ لا صغيره صغيره طب انتي عايزه الجايزه؟ اه لازم؟ لا مش لازم؟ مش لازم ممكن اخدها يعني؟ اه لا خلاص انا هديها لك طالما انتي حلوه كده اتفضلي مبروك يا ستي هتعملي بيه ايه؟ هلعب بيه وهذاكر عليه هتلعبي عليه ايه؟ توم قطة توم وزوي في العاب تانية بس ما اعرفش ايه هي انا عايزة في لعبة انا بحبها قوي اي سندريلا كل صحابي كل صحابنا في البرنامج بيخلوني العبها واقعد البسها فستي هتخليني العب معاكي اه طب ومين تاني هيلعب معانا عمته وعمته بس مش على طول صح مش على طول مش على طول بعد الدراسة اما تنجح اه هي كمان لسه في المدرسة ماشي بس هي كبيرة اه عمته بس كبيرة اه طيب قولي لي بقى مين بيتفرج عليك يا سلمى؟ صحابي واهلي ومدرسيني مدرسيني طيب احنا يا سلمى النهارده بنتكلم عن نهر النيل قولي لي بقى تعرفي ايه عن نهر النيل؟ هو فين نهر النيل اصلا؟ نهر النيل في مصر وبيعدي على 9 دول 9 دول برافو وبنعمل ايه بمية نهر النيل بقى؟ انت بتعملي بيها ايه؟ نشرب منها ونستحمى ونغسل هدومنا نغسل حاجاتنا كده وننضف بيها بس ونطبخ بيها ولا لا؟ نطبخ بيها اه ممكن نعمل بيها كل حاجة اه طيب شطورة انت قلتيلي ان انت بترسمي انت بتحبي فقرة الرسم كمان سيبي ده بقى كده ورينا بقى انت رسمة ايه وري ماما سلمى وبنت خيال رسمة ده دي ايه بقى؟ ديت كاتي القطة دي كاتي القطة ودي دي اريال اريال حلوه دي اللي بتعوم في شبه سمكه عروسه البحر دي صح؟ اه ومين دي؟ ودي عروسه عاديه مش حد يعني مش حد مش حد اوكي وده بيت وده البيت على فكره يا ماما سلمى البيت بتاعهم شبه ده بالظبط بس ما فيش جنبه شجره احنا قلنا انا شفت كل حاجه صح؟ اه
ومين دي؟ دي عروسه برضه عندي. ما نعرف مش معروفه يعني؟ مش معروفه. مش زي القطه كاتي يعني؟ طيب. بس دي ناقصه تتلون. كل في حاجات كتير ناقصه تتلون. وده بحر. في حوت. وفي حوت. ده حوت صغير ولا سمكه صغيره؟ لا دي سمكه صغيره. لا حوت صغير. ده حوت صغير. وده حوت كبير. وده ايه؟ ده وات شعب مرجان. ودي ده هو السمكة اللي بتطلع حبر معرفش اسمها ايه. حبار؟ اسمها حبار. ودوت دي طحالب البحر. طحالب البحر. طيب كلهم حلوين قوي قوي قوي. انا معجبة بكاتي وبعروسة البحر قوي. كمان حلوة دي قوي. انا معجبة بدي قوي قوي. انتي شطورة. طيب قولي لي عايزة تقولي حاجة ولا نمشي خلاص؟ لا مش عايزة تقولي حاجة خالص ولا تقولي لماما سلمى؟ بابايا سموه سلمى وبسلم على صحابي كله. بقى انت خلق؟ بقى انت كمان. كابتن خالد؟ لا كابتن خالد. طب هو بقى انت بيعمل ازاي؟ قلبي. ماشي شكرا يا سلمى والف مبروك. الله يبارك فيك. شكرا يا ماما سلمى وشكرا لبنتخ وشكرا لكل اصحابنا اللي بيتابعونا ومبروك لعمر صاحبنا. استنانا يا عمر الجمعه الجايه ان شاء الله هنجي لك من الصبح بدري. ماشي وحاجه كمان ولا خلاص نقول باي؟ لا باي. باي باي ماما سلمى. باي باي يا بنتخ. باي باي. مع السلامه. باي باي. باي باي يا مي. باي باي يا سلومه. شطوره جدا ما شاء الله. انا مبسوطه جدا ان انت عرفتي الاجابه من غير حتى ما تدوري عليها لانك درستيها وفاكراها. برافو عليكي يا سلمى. طيب ناخد بقى تليفون عمر اللي سحبنا اسمه علشان يكسب معانا في المسابقه الجديده. صباح الفل يا عمر. الو ازيك يا عمر؟ عاملة ايه؟ انا الحمد لله كويسه. انت عامل ايه؟ الحمد لله. طب مبروك بقى يا عمر انت كده كسبت معانا. فانت اختار الورقه اللي فيها اسمك. انت عندك كام سنه يا عمر؟ 8. طيب عرفت الاجابه ازاي؟ اكبر قاره من حيث المساحه. عرفت الاجابه ازاي؟ دورت عليها ولا انت كنت تعرفها؟ انا عرفتها عشان انا في سنه رابعه. عرفتها عشان انا في سنه رابعه. سنه رابعه بقى شطور. برافو عليك. يعني انت زي سلومه برضو زي سلمى اللي كسبت معانا عرفت الاجابه عشان انت خدتها في المدرسه صح؟ في الجغرافيا. برافو عليك يا عمر. برافو عليك يا حبيبي. طب كانت ايه الاجابه بقى؟ اسيا. شاطر يا عمر وان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الجمعه الجايه مي صاحبتنا هتجيلك عشان تسلمك التابلت اللي هو الجايزه بتاعتك ونشوفك الجمعه الجايه ان شاء الله. سلام يا عمر. مع السلامه يا عمر. العفو يا حبيبي. الف سلامه. سلام يا حبيبي. طيب اقول لكم بقى السؤال الجديد علشان صحابنا اللي عايزين يشاركوا في المسابقه الجايه ان شاء الله ويبعتوا الاجابه. السؤال الجديد هو ما هو الذهب الاسود؟ في ذهب بنقول في حاجه بنقول عليها الذهب الاسود. النحاس ولا الزئبق ولا النفط؟ واللي عارف الاجابه من صحابنا لو حد عارف من صحابنا اللي هنا ما حدش يقول الاجابه خالص دلوقتي. اللي عارف الاجابه هيعمل ايه؟ هيتصل ب 2205 ويقول الاجابه الصح او هيبعت رساله برده على 2205 يكتب اسمه واسم محافظته والاجابه صحيحه او هيتصل من التليفون الارضي على 0900 92 05. برافو عليك يا بندوخي. هي دي الطريقه اللي تقدروا تجاوبوا بيها وتشتركوا بيها في المسابقه ان شاء الله. ولسه طيب. بياخد كوز ذره. سالنا اصحابنا ايه الفرق ما بين النهر والبحر؟ تعالوا نروح نشوف قالوا ايه وبعدين نيجي تاني. الفرق بين البحر والنهر؟ الفرق هو ان ميه نهر النيل عذبه ونقدر نشربها. البحر يبقى فيه سمك كتير قوي. البحر يبقى فيه جنين او واحد بس. نهر النيل فيه سمك كتير قوي. البحر فيه سمك والنهر ما فيهوش. البحر فيه سمك اكتر من النهر. نهر النيل فيه مراكب كتير عن البحر. انا ركبت المركب ورحت مع بابا وماما كان يوم جميل قوي. لون النيل ايه ولون البحر ايه؟ البحر لونه ازرق والليل لونه اخضر. ازرق. ولون البحر اصفر احمر اخضر. طب احنا بنشرب من ميه البحر ولا من ميه النهر؟ من ميه البحر. من الازازه بتاعتي. من الحنفيه. لا نهر النيل. ايوه انا باخد الميه من النهر النيل. بشرب من الزمزميه. اول حاجه اما بلاقي الميه كلها انا
قبليها بروح اجيب حاجه من النهر النيل، يعني اجيب ميه وبعدين بعدين اروح البيت. النيل نهر مش بحر. ليه بقى؟ امسك الورق. ايوه يا اصحابي الفوطه صحيح. لا لا خلاص نشف. تعالى بقى نشوف صحابنا رسموا ايه. يلا كل بقى يمسك الرسمه بتاعته قدامه كده عشان نتفرج عليهم بقى بالراحه. يعني انا رسم الرسام سنو مان برضو. اوكي عندنا عدد 2 سنو مان، عدد 5 حديقه. كلكم رسمت حدائق. حلو جميل. عليا علي وجنات ومريم. مريم رسمنا اهو. ايوه انت اهو. وبنت ماما سلمى. ماما سلمى انت ايه؟ وباندا غوي دي ماما سلمى. الله حلو قوي يا جنات. جميل قوي جميل قوي الفستان. كنت وباندا كنت يا كوكي وريني يا كارم الحديقه. امسكي الورقه اللي فيها الوان دي عشان اشوفها. ده ايه ده بقى؟ بيت. الله ده بيت حلو قوي. طب امسكي الورقه كويس نشوفها عشان صحابنا يقدروا يشوفوها. جميل يا برافو. بس انا يعني لسه ما لفتوش. جميل قوي جميل قوي. واضح ان انتوا كلكم بتحبوا الرسم. حلو قوي حلو قوي يا ولاد. طيب مش عايزين بقى تعرفوا ايه المفاجأة؟ مفاجأة. مش عايزين نشوف المفاجأة النهاردة؟ عايزين 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 صح؟ نروح بقى الفصل بسرعة جدا جدا ونرجع مع مفاجأتنا النهاردة. استنى. ايوه يا اصحابي انا اللي بتريق عليه.
ايه ده؟ لا 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 مفاجأة. ينفع نتريق على حد؟ لا هما بس عشان انت بيقولوا الاغنيه بصوتك بيحاولوا يقلدوك يعني مش يتريقوا عليك صح؟ طيب دلوقتي بقى ميعادنا مع المفاجاه ومعانا النهارده الساحر اسلام الليزي. ازيك يا اسلام؟ اهلا وسهلا بيك. هتعمل ايه بقى النهارده؟ النهارده هنعمل شويه العاب صغيره كده للاطفال حبايبنا، بس قبل ما ابتدي اي حاجه بلاش اي حد يقلد الساحر، لان الحاجات دي احنا متدربين عليها كويس جدا وخطر ان اي حد يستعملها غيرنا. صح. ولا حد يقلد بنتخ. متفقين؟ نبتدي؟ يلا بينا. مين بيحب الساحر؟ انا. لا انا مش سامع، مش سامع. باور باور باور. مين بيحب الساحر؟ انا. يلا نبتدي. يلا. واو. الله. حلو حلو. صح يا محمد؟ دي صورة يا حمامتين. هقول 1 2 3 هنقول هابرا كدابرا. اوكي يلا 1 2 3 هابرا كدابرا. ده بجد؟ اتخضيت. خلاص خلاص دول. طيب مين يلا يلا بقى ممكن يجيب حمامه واحده بسرعه؟ نجيب حمامه يلا بسرعه بسرعه بسرعه. يلا بس خلاص 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 يلا نقعد. هم طاروا بره الاستوديو اساسا. هتسيبهم كده؟ طيب ماشي والله حلوين. تعالوا هنا. طيب اقعدوا معايا. بصوا بصوا هيعمل ايه. سحر بجد. انتوا خايفين ولا مبسوطين؟ انا مش فاهمك. الله يا اختي حلوه. لا سحر هزار. سحر بجد. الحمامة بدت كورة. ايه ده هو بيعمل ايه؟ ده تحط الكورة فوق يا ولاد. خالص. دي كورة ولا بيضة؟ ادي بيضة. الله. ادي بيضة. ادي بيضة. الله. الحمام بيبيت كور بينج. ده ولا واو. لا هزار. اتفرجوا يلا اتفرجوا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ راح فين؟ واو. راح فين؟ هي. برافو برافو. طيب احنا ممكن نجيب اسمك ايه؟ جنات. تعالي هنا جنات بسرعه. اسمك؟ تعالي مريم هنا بسرعه. اسمك؟ كارما. كارما تعالي هنا كارما بسرعه. بش بش بش. طيب تعالي. دي عصايه الساحر. طب كارما معلش تعالي الناحيه الثانيه عشان تعالي هنا كارما. لا لا خليكي يا مريم. خليكي هنا خليكي هنا. عايزكم بقى تنفخوا هنا جامد. هبعمل كده. دي بقى عصاية الساحر. اما لو صيامتها هيك كنتوا بتحبي عصاية الساحر؟ اه كتير؟ تعالي نلعب لعبة. يلا مين؟ انفخ هنا. قولي هابرا كدابرا. هاي يا عصايتك انت مسكينة ما تخافيش. تعالي بقى انت اسمك ايه؟ جنات. طب روحي جنب جنات الناحية التانية. تعالي هنا جنات عشان انا عايزة اشوفك. انفخ هنا. ايوه كده ناقص مين معانا؟ تعالي هنا مريم. يلا مريم. مريم بصي يا مريم تعالي هنا. نعمل كده. انفخ هنا. سافلون سافة كبيرة بقى فيه. سافة كبيرة يا مريم. يلا نقعد مكاننا بسرعة. نقعد مكاننا نقعد مكاننا. تعالوا تعالوا. ممكن نجيب حمامة. خلاص خلاص مش مشكلة. انتوا كلكم جنبي يا حلوين. يلا هيعمل ايه؟ ايه ده؟ ده جرنان اصلا. شكله هيطلع راجل منها. راجل؟ لا صعب قوي راجل دي حمامه اخرنا. هيعمل ايه؟ هيطلعها ورقه واحده. هيحط ميه جواها. الميه مش هتقع. واو. ازاي؟ يا سلام. ازاي؟ ايه ده؟ برافو. لسه الجرنان ناشف. حاجه غريبه. هي غريبه جدا. حاجه عجيبه. برضو؟ ايوه. ازاي يعني طلع حمامتين؟ طب استني بس. استني
بس هيعمل ايه؟ طيب احنا عايزين حمامه من دول، عايزين حمامه من دول. لا واو صعبه كتير. عطشان شكلك. ميه حلوه قوي. يس فين الكاس؟ كلنا نقول عبرة كده عبرة، اوكي؟ 1 2 3 عبرة كده. واو. طيب احنا ممكن نحتاج حمامة من دول، ممكن حمامة من دول. يوسف هات حمامة من دول بسرعة بسرعة. انا عايز امسك واحدة. تعالى بقى جنبي هنا. انا عايز امسك واحدة حمامة. واحدة حمامة ازاي؟ مننا بس. تعالى هنا نحاول نجيب الحمامة. اسمك ايه؟ علي. طيب خلونا مع علي. ها بص يا علي، نمسك الحمامة دي كده تمام، ونحطها هنا كده ونقفل عليها. انفخ هنا علي، اعمل كده. ايه ده؟ ايه ده؟ انا شايفه الحمامه. هات ايديك. سقفه كبيره لعلي. برافو يا علي. علي اتخض. مين تاني؟ انا. البنات لعبوا، البنات لعبوا، البنات لعبوا. عمر ادي فرصه لاصحابك. عمر انت قوي متاكد؟ انفخ هنا، انفخ جامد. طيب بص كده، لا بيد واحده كده. ايوه بس حاسس بيد ده ادي. يلا 1 2 3 عبره كدبره. افتح ايديك، افتح ايديك. اوه عمر تعالى انفخ هنا. لا جامد، برافو يا عمر. يا عمر كده فاضل محمد ملعبش. محمد تعالى يا محمد. تعالى يا محمد. هذا الخضرة. تعالى هنا يا محمد، اقف هنا كده، امسك ده، حط ايديك فوق كده يا محمد هنا. لا من تحت. ده منديل بنعمل كده. المنديل ده بيختفي، بنجيبه كده، حط المنديل كده، راجع ايديك ورا شويه. محمد خايف ورا شويه. خبز يا محمد. واو هات ايديك. محمد سافه كبيره. محمد حلوين قوي. يلا سي دي تمام. ده واحد، ناخد حاجه، اثنين، ثلاثه تمام. بنعملهم كده، نشر عليهم كده كده، بقوا اثنين وده تلون. ايه ده؟ ازاي؟ ازاي؟ ازاي خلقوا؟ هنعمل كده كده تمام، ونجيب البرتقال ده. طب استني اشوف. نعمل ده كده. الله اخضر وبرتقالي. ده زي ما هو. ازاي؟ مش عارف. نعمل كده كده. تعالي نشوف هيعمل ايه. ها نعمل كده. الله واو لزق. نعمل ده كده وده كده، ونرجع الاصفر ونقول 1 2 3 هابرا كده. رجعوا تاني. نعمل كده كده. نشر عليهم تمام. نعمل كده كده، نرجع كده كده، ننفخ، نعمل كده. واو برافو برافو عظيم هايل جميل. استنى احنا اللعبه الجايه هنتفرج عليها، هنتفرج عليها مع التتر بتاعنا. بس عايزه اشكر كل اصحابنا اللي تابعونا النهارده، واستنونا ان شاء الله يوم الجمعه الجايه الساعه 10 الصبح. وما تنسوش تبعتوا اجاباتكم على المسابقه، على سؤال المسابقه على 22.05، وان شاء الله الاسبوع الجاي هنختار الفايز. الحلقه الجايه على فكره هتكون حلقه مخصوص علشان مولد النبي. كل سنه وانتم طيبين كلكم، هتبقى حلقه جميله جدا ان شاء الله. يلا بينا بقى احنا نكمل، وسلام لاصحابنا. سلام.
يلا صوروا لهم صوروا لهم. مع السلامة يا أصحاب. يلا نكمل. قول لي بقى. يا ولاد وقونا عرشهم. ماما سلمى وبنتك جايبين لكم اللي في نفسكم فوعوا تبربشوا يا ولاد يا بنات. يا بنات يا ولاد وقونا عرشهم. ماما سلمى وبنتك جايبين لكم اللي في نفسكم فوعوا تبربشوا. نلعب سوا نضحك ونغني ونرسم بالالوان نعرف ايه بيفرق.